فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أريد شراء بيت، وهذا البيت يسكن فيه عمال ويوجد فيه دشوش ويشرب فيه الدخان ويتركون الصلاة، فهل يجوز لي أن أشتري هذا البيت وهل لي أن أبقيهم فيه إذا اشتريته؟ إذا شريته لأجل أن تبقيهم فيه ما يجوز هذا، أن تقر المنكر. أما إذا اشتريته لتمنعهم من دخوله وتأجره الناس الطيبين لا بأس بذلك. نعم.